صراحة لاحظنا وشاهدنا أنه هذه الجامعة تتميز بكثير من التفاصيل من جانب البنى التحتية ومن جانب المعدات الموجودة بها والسيكوريتي والأمن والمراقبة والحدائق وتفاصيل كثيرة صراحة. ونتمنى أنه هذه أنا متأكد الدارسين اللي وياي أثناء الجولة استفادوا منها وإن شاء الله تتعمم على مستوى مؤسسات الدولة العراقية، لأنه شيء نفتخر به الأولادنا والأبنائنا والأحفادنا أنه يحصلون على هكذا بنى تحتية وهكذا جامعة مرموقة. وأعتبرها أنا صراحة صرع علمي كبير يخدم المجتمع العراقي. بالحقيقة طلعنا على مرافق هذا الجامع والكليات اللي ضمها هاي الجامعة العريقة، وطلعنا كذلك على التقنية المستخدمة، التقنية الحديثة المستخدمة في الدراسة وإيصال المعلومة إلى الطلاب. كذلك تم الاطلاع على المختبرات العلمية الحديثة والقاعات الحديثة وكل ما هو من شأنه أن يرفد هذا الوطن بجيل من الأطباء والصيادلة بمختلف الكليات. حقيقة هذا الصرح العملاق مفخرة للعراق بصورة عامة، مو فقط محافظة النجف الأشرف. جامعة الكفيل، إبداع وتميز ورصانة.